السردين. دابا السردين هو اللي عندنا المخزون الكبير، والمخزون الكبير عندنا في الاقاليم الجنوبيه اللي ما فراسكش يمكن السين مهداوي، هو الانتاج السمكي دابا اكثر من 85% كيدار من بوجدور لتحت. 85 ديال الانتاج السمكي، يعني البحار المغربيه ما بقاش فيها الحوت، بقات عندنا واحد البركه في الجنوب، الاقاليم الجنوبيه هي دابا كندمروها. 85% ديال الانتاج راه كيتم في الاقاليم الجنوبيه، الشمال ما بقاش الحوت. نزيدك البحر الابيض المتوسط صار بحرا منكوبا، منكوب يلا كيحلوه باش كيصيدوا شي شويه ديال الاخطبوط في الموسم ديال الاخطبوط، وشي شويه ديال الحوت هكا في الصيف كلهم الفلاكي وكيبداو يهزوا بهم السياح. البحر الابيض المتوسط كنعاود نكررها اللي هي 500 كيلومتر 480 ولا 500 كيلومتر ديال الساحل صار بحرا منكوبا، لدرجه انه واحد العدد ديال الاجتماعات الرسميه اللي كان الان يتم الحديث على ذاك البحر خصو يتسد لعده سنوات. واش يعقل اننا نخليو القطاع بواحد التساهل لا مبالاه وبواحد سوء تدبير حتى يوصل اننا نضطروا نسدوه؟ يعني كيف تنتكلم على السدو يعني ما يبقى حتى واحد يصيد فيه.